مساء الخير. مساء الفل. كنت يعني عايزه استفسر كده عن استفسار صغير. حضراتكم قابلتوا الاستاذ دمنهور في الشركه وكان فيه هو حكى لي يعني كان فيه لقاء كده ما حصلش ما لحقناش ما لحقتوش بس لو عايز احكي لك ايه اللي حصل بس بالراحه عليا كده يعني ممكن نبدا يعني ممكن نبدا بطراطيف صوابعنا الاول وبعدين ليه هو احنا لسه هنبدا من الاول يا لهوي يا بنات الحقوني لا جميل ايه اللي انت بتعمله ده استغفر الله العظيم فارس فارس انا حمزه انا حمزه انزل انزل يا وحشتوني يا اولاد اللذين لا كده هنروح بسكه اللي يروح ما يرجعش لا ما انت عارفني نرقص نهيص نتبسط وده اخرنا ليه كده ها ليه كده هقول لك ليه ما نكملش للاخر اديله